نعم أكيد أجدد التحية لحضرتك ولكل متابعي برنامج أول النهار. حقيقة اليوم الموقف جدا جيد، انسيابية جدا عالية، بالرغم من أنه يعني مفارزنا في مديرية المرور العامة يعني جزء كبير منهم هم راح إلى محافظة كربلاء لإسناد ودعم المفارز مديرية مرور كربلاء، ولكن المفارزنا اللي موجوده دا تعمل باكثر من وجبه ودا تعمل حتى اللي داخل المقرات ايضا طلعوا بواجبات الى الشارع حتى يسيطرون على حركه السير والمرور. الموقف جدا جيد جانب الكرخ عندنا. سيطرة دخول بغداد أكيد أكو زخم وأكو كثافة بدخول المركبات وخروج المركبات، اللي يعني تعرفين هي هذه أيام الزيارة الأربعينية، فأكيد سيطرة بغداد بها كثافة، تفتيش دقيق جدا للداخلين وأيضا للخارجين باتجاه علوة الرشيد. حاليا هو السير بمسار واحد من سريع الدورة من بغداد جديدة باتجاه سريع الدوره، باتجاه علوة الرشيد مفرق الدوره، هذه كلها الخط السير للزائرين دا يكون باتجاه واحد فقط، سير المركبات باتجاه يعني دا يكون سير خط كامل لسير المشاة والخط الاخر للمركبات ذهابا وايابا، فاكيد هذا شويه سبب ضغط وكثافه، ولكن يعني مع هذا الشيء ولكن الموقف جيد باتجاه سريع البياع، الموقف جدا جيد باتجاه ساحة قحطان، الموقف جيد باتجاه الفارس العربي ساحة النسور، موقف جدا جيد المنصور 14 رمضان، الموقف جدا جيد أيضا عندنا ساحة اللقاء، الموقف جيد باتجاه الطوبتشي باتجاه جسر 14 تموز، الموقف جدا جيد. عندنا فقط مداخل الكاظمية المقدسة ده تشهد كثافة بسبب التفتيش الدقيق للمركبات، أيضا ماكو أي قطع داخل منطقة الكاظمية والمركبات تدخل بصورة طبيعية، يتوجهون إلى ساحات الوقوف الموجودة داخل منطقة الكاظمية ولإداء الزيارة، يعني الموقف جدا جيد، ولكن هو أكو تجديد أكيد على دخول المركبات وعلى تفتيش المركبات. ايضا عندنا العلاوي، يعني عندنا منطقه العلاوي دا تشهد كثافه بجراج العلاوي بسبب ايضا المركبات والزائرين وايضا خطوط نقل الزائرين، فعندنا جراج العلاوي ايضا يشهد زخم، ايضا جراج الشعله ايضا يشهد زخم، هذه يعني احنا زخم اللي تعودنا عليه في خلال فترات الزياره يعني الاربعينيه. ايضا عندنا خط السير بمنطقه الرصافه، اليوم الرصافه شهدت كثافه منطقه الربيعي، حاليا اكو يعني حادث احتراق بنايه في شارع الربيعي، اكيد الصحه والسلامه نتمنى لجميع اللي موجودين، ولكن حاليا يعني مفارز الدفاع المدني ومركبات الاطفاء الخاصه بالدفاع المدني متواجده في شارع الربيعي، هذا سبب لنا زخم اكيد بشارع الربيعي، احنا دائما هي منطقه تعتبر منطقة تسوق، منطقة وقوف مركبات، فالاحتراق البناية ومركبات الطوارئ اللي موجودة وإطفاء مركبات الإطفاء أكيد سببت لنا في الزخم في شارع الربيعي، نتمنى أكيد السلامة وأنه يعني ينفتح الطريق بأسرع وقت ممكن. ايضا كرادة خارج وداخل الموقف جدا جيد، عندنا الزخم موجود في ساحة الحسين من جسر الطابقين باتجاه ساحة الحسين ومن ساحة الحسين باتجاه جسر الطابقين، هذا ايضا يعتبر خط لنقل الزائرين، فاكيد اكو كثافة واكو زخم. بعدها جسر المعلق موقف جدا جيد، عندنا شارع ابو نواس موقف جدا جيد باتجاه بارك الساعدون، باتجاه ساحة الاندلس اكو كثافة، باتجاه مجسر ملعب الشعب الموقف جدا جيد، ايضا باتجاه شارع فلسطين عندنا موقف جدا جيد، المستنصريه الموقف جدا جيد، القناه وسريع محمد القاسم اكو بعض الزخم، اكو مشايه على الطريق، اكو زائرين، اكو مواكب منتشره على الطريق، هذه اكيد راح تسبب لنا زخم، ولكن بصوره عامه اليوم الموقف جيد. ناكد توجيهات مديريه المرور العامه وتوجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم وسيد مدير العام المحترم فيما يخص الحوادث. منذ أن بدأت بتنفيذ الخطة الزيارة الأربعينية ومنذ أن بدأت الزائرين بالتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة لاحظنا ارتفاع بنسبة الحوادث، طبعا هذه أكيد
أكثر الحوادث اللي موجودة حاليا ضيق العاتق والعتب على سائق المركبة. أكثر سائقي المركبة يكونون متعبين ومرهقين، يشعرون بالنعاس، يعني يستمر يومين ثلاثة هو منايم مجرد أنه يودي زائرين ويرجع زائرين. طبعا هذا يؤثر سلبا عليه، تسبب لنا كثير من الحوادث. أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة، يعني مفارز مديرية المرور دا تعمل تقريبا كل 10 أمتار كل 20 متر أكو مفرزة حتى تفلتر من سرعة المركبات، ومع هذا أكو بعض سائقي المركبات اللي ما يلتزم بالسرعة ودا يسبب يعني حوادث جدا كبيرة بطريق الزائرين. أيضا نأكد أنه تم نصب الرادارات الثابتة والمتحركة اللي موجودة على المفارز المديرية المرور ومركبات مديرية المرور وسيارات مديرية المرور. أكو رادارات حاليا اللي ترصد السرعة واللي ترصد المركبات المخالفة. طبعا هذه منتشرة على طريق بغداد كربلاء وأيضا طريق الديوانية كربلاء وأيضا طريق واسط كربلاء، على جميع الطرق حاليا اللي تؤدي إلى محافظة كربلاء المقدسة. فنأكد أنه الرادارات موجودة دا ترصد لنا المخالفات، دا تسجل المخالفات على سائقي المركبات، فنتمنى من عندهم الالتزام الطوعي حفاظا أكيد على سلامتهم وسلامة الزائرين. أيضا نأكد التوجيهات بما يخص المواكب، أنه المواكب لازم تكون منتشرة على جانب الطريق، ما يصير أنت تنزل على الطريق. انتبهوا يا الزائرين والمشاية على الأطفال الصغار اللي يمكن يعني ديتهون عن أهلهم بالازدحام وبسبب زخم الزيارة، زيارة مليونية أكيد هي كل سنة هذه دا تصير عندنا نفس الحوادث ودا تتكرر. فنتمنى من الزائرين الكرام من سائقي المركبات الالتزام حفاظا أكيد على سلامتهم وسلامة بقية ركاب المركبة، سلامة أكيد الزائرين.